من دقايق انتهت مباراة مصر والنيجر لفريق المنتخب الأول، والنهاردة كان الظهور الأول لمنتخبي مصر، المنتخب الأول والأولمبي تحت القيادة الفنية الجديدة. المنتخب الأول في مباراته الأولى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا فاز على نايجر بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، والأهداف سجلها محمد صلاح بواقع هدفين وهدف سجله مصطفى محمد. المباراة دي كانت ودية وعلى ملعب استاد اسكندرية، وطبعا دي حاجة كانت مشجعة بزوايا كتير. المنتخب الأولمبي في مباراته الأولى تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تعادل في مباراته الودية مع بنين تعادل سلبي، ومباراة أطلقوا عليها مباراة الفرص الضائعة اللي منتخبنا الأولمبي ضيع فيها فرص كتير، والمنتخب البنيني لم يشكل أي تهديد على مرمى الفراعنة. ده باختصار ملخص هذا اللقاء، لكن الحقيقة التساؤل اللي عند الناس هو تساؤل يخص التدريب أو الفرق أو الإدارة الفنية الجديدة. أستاذ محمد عادل المحلل الكروي معنا على التليفون، ممكن يشاركنا بسرعة كده رؤية حضرتك لمستقبل المنتخبين تحت القيادة الجديدة. دكتور دينا مساء الخير. وطبعا احنا النهارده بنشهد مرحله جديده من مراحل الكره المصريه من خلال المديرين الفنيين بالنسبه للمنتخب الاول وبالنسبه للمنتخب الاولمبي. شفنا فوز المنتخب مصر الاول وشفنا تعادل للمنتخب الاولمبي، ولكن في الاول وفي الاخر النتيجه هي اخر حاجه بنبص عليها في الفتره دي، لان دي المباراه الاولى ومن المستحيل ان انا ادي حكم نهائي على مدرب من طريقة اللعب بالتكتيك بالكلام ده كله من خلال مباراة واحدة. طبعا ومن الذكاء ان اتحاد الكورة او كان او روي فيتوريا ايا كان مين اللي طلب ان التدرج اللي يحصل في المباريات الودية دوت، لان احنا في فترة من الفترات كنا بنفتقد لموضوع المباريات الودية، وده اثر بشكل كبير على ترتيب المنتخب المصري في ضمن المصنفين الافريقيين، لدرجة ان احنا دخلنا بقينا تصنيف ثاني في تصفيات كاس العالم 2022. فبدا تاني بنهتم بالمباريات الوديه، وده شيء مهم جدا جدا، خصوصا ان احنا في فتره التوقف الدولي اللي بيصبح فيها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، اللي هو يجرى فيها مباريات كتير، وفي في العالم كله مباريات كتير بتجرى النهارده وفي الاسبوع دوت في مباريات كتير جدا جدا. فكانت من المميزات الكبيره جدا ان روي فيتوريا وروجيريو ميكالي يشوفوا اللاعبين ويشوفوا الاوراق اللي معاهم. فيتوريا النهارده شاف اكبر قدر من الاوراق اللي موجوده مع المنتخب، واعتقد المباراه ليبيريا ان شاء الله يوم الثلاثاء هيشوف اجزاء ثانيه ولاعبين اخر سواء في كل المراكز حراسه المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم. لكن الشكل اللي بدا بيه النهارده هو الشكل الاقرب للتشكيل الاساسي لمنتخب مصر، البدء بمحمد صلاح، البدء باحمد حجازي في خط الدفاع، البدء بطارق حامد في وسط الملعب. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد، ويعني انتهى وقت الحلقة، وبشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى أننا في لقاءات أخرى، وزي ما حضرتك قلت تحديدا أنه لا يمكن الحكم على أداء إدارة فنية أو قيادة فنية لمنتخب من مباراة واحدة، فننتظر لكن ننتظر منهم أداء يرضي الجماهير المصريين سواء للمنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول. كل شكر ليك أستاذ محمد عادل، وكل الشكر لكم مشاهدينا. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.